استقبل قداسة البابا فرانسيس في مقر إقامته بالفاتيكان الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي. وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية على الساحة الدولية والصراعات الإقليمية في المنطقة في ظل التوترات الحالية، حيث أكد قداسته على أهمية إبعاد العراق عن أي صراع إقليمي وعدم الاصطفاف إلى أي طرف من الأطراف، وتبني الحيادية في التعاطي مع القضايا الإقليمية. الجنابي طالب قداسة البابا بدعم العراق من خلال حمايته من التدخلات الخارجية ومحاولات جعله ساحة للصراع وتصفية الحسابات. كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية أن تأخذ الكفاءات دورها في إدارة الدولة والعمل على إنهاء المحاصصة في توزيع المناصب، فضلا عن دعم مقاتلي الحشد الشعبي الذين حاربوا الإرهاب وساهموا بتحرير أرض العراق من دنس التكفيريين وقدموا التضحيات الكبيرة، وليس الذين استخدموا الحشد كغطاء لتنفيذ الجرائم وإنشاء عصابات ومافية عبر دمجهم بالأجهزة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تواجد الميليشيات ومحاربة الفساد. والتفق الجانبان على أن الحل الأنسب لإنقاذ العراق هو في الدولة المدنية كخيار أساسي لإنهاء معاناة الشعب العراقي. كما طالب الجنابي البابا دعم العراق اقتصاديا وإنهاء المشاكل التي تعاني منها البلاد، خاصة الفقر والبطالة التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة بتزايد حالات الانتحار نتيجة البؤس. وأعرب قداسة البابا عن محبته للعراق وشعبه، لافتا إلى أنه ينوي زيارة العراق قريبا. من جانبه قدم الأستاذ سعد عاصم الجنابي شكره إلى قداسة البابا فرانسيس لحفاوة الاستقبال والترحيب التي حظي بها الجنابي من قبل قداسته والمسؤولين بدولة الفاتيكان.